النهاردة وزارة الداخلية نفذت ضربة جديدة من ضرباتها القاسمة للإرهاب. الوزارة أعلنت في بيان مهم مقتل 9 إرهابيين وضبط 9 آخرين بعد استهدافهم من قوات الأمن الوطني. لقوهم في مزرعة في منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية. كانوا طبعا مستخبيين وبيتدربوا فيها على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وبينطلقوا من المكان ده لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بشمال سيناء. معانا على الهاتف الأستاذ محمد كمال، الصحفي المتخصص في الشأن الأمني. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم، عليك وعلى مشاهدينا الكريم وعلى مصر أجمعين. أهلا بحضرتك. حضرتك اشرح لي إزاي قدرت قوات الأمن تكتشف أساسا المزرعة اللي موجودة في الشرقية، وإزاي دهمت هذه المزرعة وكانت النتيجة مقتل 9 وإصابة 9 أو القبض على 9؟ بالفعل يا فندم، وزارة الداخلية أجهضت اليوم عمليات إرهابية كبرى كانت ستحدث داخل القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات. بداية القصة كانت معلومات وردت قطاع الأمن الوطني باتخاذ عدد من العناصر الإرهابية مزرعة كائنة بمنطقة الصالحية الجديدة محافظة الشرقية، واقع الاختباء من الملاحقة الأمنية والتدريب. هو حد بلغ يا أستاذ محمد ولا هم اكتشفوها إزاي؟ عندك فكرة؟ لا، كان في معلومات معلومات وردت قطاع الأمن الوطني باستخدام التقنيات الحديثة ومتابعة العناصر الإرهابية الخطرة في عدد من الأماكن ومناقشة عدد من الإرهابيين اللي تم القبض عليهم. تحديد أماكنهم، تم تحديد مكان اختباء هؤلاء الإرهابيين. الإرهابيين كانوا بيتدربوا على أسلحة ومتفجرات، وكانوا جاهزين للانطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية في شمال سيناء. هذه العناصر متورطة في زرع العبوات الناسفة واستهداف بعض التمركزات الأمنية. يعني كانوا ناويين يروحوا شمال سيناء، مش أعياد الكريسماس هنا في القاهرة والاحتفالات بتاعة المسلمين والمسيحيين. بالضبط يا فندم. تمام. المنطقة دي حضرتك أو المزرعة دي المحيط بتاعها في سكان ولا هي مزرعة متطرفة في الشرقية؟ لا، هي مزرعة متطرفة في الشرقية. المزرعة متطرفة. الإرهابيين كانوا مجهزين لعدد من العمليات ضد القوات المسلحة والشرطة. كان في تخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية في عدد من المنشآت الهامة والحيوية بمحافظة شمال سيناء. تم استهداف المزرعة من قبل قطاع الأمن الوطني باشتراك مع قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة عقب تقنين الإجراءات. حالة مداهمة القوات، استشعر الإرهابيين بقدوم رجال الشرطة، تبادلوا معهم بإطلاق النيران، أسفر عن مصرع 9 عناصر، تم تحديدهم والعثور بحوزتهم على 7 فنادق آلية وكمية كبيرة من الذخيرة والأعيرة، وكمان كمية من وسائل الإعاشة وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالتنظيمات الإرهابية. أسفلت عمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تحديد إحدى البؤر الإرهابية بالنطاق أيضا محافظات القاهرة. أيوة. تم توجيه ضربة أمنية لأوقات. أستاذ محمد، عايز أعرف من حضرتك، دول تبع تصنيف أي جماعة؟ داعش، الاخوان، اي حاجه من اللي احنا بنعرفها؟ هو طبعا كلهم. بص يا فندم، جميع العناصر الارهابيه خارجه من عباءه الاخوان. خارجه من عباءه الاخوان. الاخوان، ايوه. ما فيش حاجه اسمها تنظيم داعش او غيره، هو كل هذه التنظيمات هي خارجه اصلا من عباءه جماعه الاخوان الارهابيه. بشكر حضرتك الأستاذ محمد كمال، الصحفي المتخصص في الشأن الأمني.